يوم بعد يوم ينتشر عدد لا نهائي من الأساطير والنظريات التي ابتدعها المجتمع من أجل إشباع الحاجة إلى الكشف عن شيء غير مفهوم. اليوم سوف نتحدث عن أحد الأشياء الغريبة والمقلقة المنتشرة على الإنترنت، ولأنه قد يكون دليل قاطع على تواجد مجتمعات سرية تتحكم في هذا العالم. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. بدأ كل شيء في منتصف عام 1979 عندما قام رجل غامض يدعى جوزيف داف ماركس بالخروج عن صمته وكشف عن كونه عضوا سابقا في جمعية المتنورين. وطبقا لما قاله، هو ينتمي إلى سلالة حاكمة من الجيل السابع، ولذلك أصبح يملك الكثير من النفوذ داخل الجمعية، حتى أن هذا الأمر قد بدأ وهو يبلغ من العمر 13 عام. أجاب ماركس على سلسلة من الأسئلة حول هذا الأمر، وما قاله كان مقلقا بحق. وطبقا لشهادته، تقوم جمعية المتنورين بتحضير طقوس منظمة بشكل صارم، حيث يشارك خديس خبير في السحر الأسود ومجموعة من الأشخاص بمساعدة أداتين هامتين للغاية، وهما كتاب الموتى ونص مصري قديم، وهو يتحدث عن الموت والحياة الأخرى والبعث. هذا بالإضافة إلى خنجر أتامي، وهو أداة يتم استخدامها في الديانات الوثنية الويكا من أجل استدعاء طاقات مظلمة. ومن بين عدة أشياء، أكد ماركس أنه قد وصل إلى درجة المعلم في عمر 20 عام، إلا أن السياق المظلم والبيئة الغثة قد أدت به إلى الفصل من الجمعية. فسر ماركس أنه داخل هذه الجمعية هناك العديد من الأشخاص المعروفين على مستوى العالم، سواء بشكل جيد أو سيء، ولكن داخل الجمعية يبدون جميعا متمثلين. كما أنه تحدث عن وجود سياسيين ومغنيين وفنانين وحتى مجرمين داخل الجمعية. وطبقا لما قاله هذا الرجل، يعد تشارلز مانسون مرتبطا بهذه الجمعية، وأوكلت إليه مهمة جمع مجموعة من المتابعين لهذه الجمعية، هذا من أجل توجيههم في النهاية إلى قتل الممثلة شارون تايت زوجة المخرج رومان بولانسكي. أما المثير للقشعريرة فهو أن ماركس قد أكد على أن هناك أيضا علاقات تربط هذه الجمعية بتحالفات من خارج هذا العالم، حيث أنهم يتعاملون مع كائنات فضائية وشياطين. وعن هذا الأمر قال أنهم ليسوا أكثر من مجرد سكان لمكان مظلم ومخيف يتعدى حدود فهمنا. وفي النهاية أكد أنه قد تواصل مع بعض الشياطين مثل ساتان وريخي ولارس وباك وبان وميديتا وسيت، ومع أكثرهم قوة والذي لا اسم له، أو على الأقل لا يعرف اسمه سوى الصفوة من الجمعية. وعلى مدار السنوات قام هذا العضو السابق في جمعية المتنورين بالكشف عن عدد كبير من المعلومات عن هذه الجمعية السياسية العالمية، وأيضا عن التنظيم العالمي الجديد، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات الأخرى. تم نشر كل هذا في سلسلة من الكتب والتي تسمى أسرار جمعية المتنورين وبروتوكولات حكماء صهيون ورموز الشيطان. ودون شك هو شيء مخيف، ولكن مثله مثل كل القضايا، ولكم الحكم النهائي. شكرا لكم لمتابعة الفيديو.